السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير وبكامل الصحه والعافيه. اليوم غنقدم معكم واحد الكيكه ديال عيد ميلاد وجدتها لبنتي، سهله بسيطه ومكونات كلها عندك في الدار وكتضاهي المحلات. يلا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير باذن الله. المحلات على العموم ما غادي تعرفوها حتى غادي تجربوها. غادي نحتاجوا اول حاجه الجينواز، ففيها 4 ديال البيضات، فهذا كاس ديال الماء اللي كنشربوا فيه الماء، كاس سكر، والكاس هذا كيرفد 240 مللتر. غادي نحتاجوا 4 البيضات، كاس سكر، كاس كبير ديال الدقيق، جوج معالق ديال بودره الكاكاو المر، او ممكن نديروا 3 صاشيات. غنحتاجوا كيس ديال خميره الحلوه، وغادي نحتاجوا شويه ديال لافاني. فالطريقه غادي ندير البيض، انا غادي نخدمها في العجان، غنطلعها. ممكن تطلعوها غير في الباتور ديال الضو. غادي نزيد السكر، وغادي نزيد لو سكر فاني، وغادي نديرهم يتخلطوا حتى يطلع لينا البيض ويضاعف الحجم ديالو. لا محال غاني دايرها معكم شحال من مره هذه الطريقه باش انا ما نطولش في الفيديو. غادي نديرها تخلط وغادي نتلاقاو مني غادي غنديروا غير قبيصه ديال الفاني بحال هكا. الا ما عندكمش هاد البودره فممكن ديروا غير كيس سكر فاني. غادي نديروا يطلع حتى يبيض لينا اللون ديالو، غادي نتلاقاو. فهنا كيف كتشوفوا من بعد ما بيض لينا البيض، يعني هذاك الاصفر ديال البيض ضاعف لينا وبيض، بيض اللون ديالو. فدابا غادي نضيف هذاك الدقيق، غادي ندير كاس ديال الدقيق مع كيس ديال خميره الحلوه، الكاكاو المر. فغادي نغربلهم، ضروري من التغربيل. ضروري نغربلوهم كيف قلت لكم، فكيكون هاد الكاكاو ديال العبار فكيكون مطور. صافي، ودابا غادي نخلطهم بنفس الخلاط ديال العجانة، يعني اللي طربت به عادي، ونطربو غير من الفوق لتحت حتى ينسجمو لينا. وغادي نديرهم في المول اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وغادي ندخلها للفران. الفران مسخن، انا غادي ندير هذه المره مسخن على درجه حراره 170. غادي ندخل الكاك ديالي العافيه تكون عليها غير من التحت حتى طيب لينا وتحمر، نشعلو عليها الفوق تحمر لينا، وغادي نخرجوها ونكملو تتم التحضير. ديت المول ديالي في 24 سنتيمتر، وغادي نفرغ فيه هاد، لان حاجتي في الجنواز ما تجينيش عاليه بزاف، غادي نقسمها غير على جوج. فغادي تطيب لينا، ملي غطيب كيف قلت لكم غادي نخرجها وغادي نقسمها على جوج، وغادي نخليها تبرد، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نوجدوا الكريمه باش نعمرو هاد الكاك ديالنا. من بعد ما طابت لي الجينواز فكيف كتشوفوا انا حاطاها باش تبرد. فالبنات هاد الكيك انا غنديرها للقمر بنتي، يعني العيد ميلاد ديالها، ونسيتها وبديت كنوجدها بالزربه. فمن بعد ما طابت لي الجينواز راه قسمتها على جوج، درتها كتبرد. فدابا غادي ندوزو للكريمه. اول حاجه غادي نحتاج 250 مللتر ديال الحليب يكون بيان كلاصي يعني بارد، وغادي ندير معاه انا القياس ديال العلبه ديال بودره الشونتيي، هذه بالنسبه الكريمة. بالنسبة للسقي غادي نحتاج كاس ديال السيرو، خديت كاس ونص ديال الماء مع نص مع كاس ديال السكر سنيدة مع شوية ديال السكر فاني، درتهم غلاو 10 دقائق، وها هما غادي نحطهم بارد باش نسقي به الكاك. بالنسبة للقناش والشوكولا فغادي نحتاج هنا 20 مربع ديال الشوكولات أسود مع كاس ديال القشدة الطرية مع جوج علب ديال دانيت شوكولا مع معلقه ديال الزبده.
هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج، فحطيتهم على جنب هنايا باش نوجدوهم مع بعضياتنا. فاول حاجه غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غناخذ كاسرونه غادي ندير فيها القشده طريه كاس، وغادي نديرو فوق البوطه يسخن، ومن بعد غادي نطلقوه باش نولي ندير فيه باش نكملو تتم التحضير. بالنسبه للقشده درتها كتسخن، فدابا غادي ناخذ هذا الحليب وغادي نطلعو هو والبودره ديال الشونتيي. فكيف قلت هاد البودره ديال الشونتيي راني واخداها من عند الاخ فاروق، فغادي ندير انا 110 غرام. فانا مع وليت كنخدمها بزاف، هانتوما يلا وريتها لكم داك النهار، فانا كنخدم بها بزاف وليت عارفه القياس. صافي غادي نخدمها حتى تطلع، غير شرط خاص الحليب يكون بارد مزيان. فهنا كيف كتشوفوا هانتوما شوفي معاك، فكاين شي اخوات قالوا لي راه ما زويناش، بالعكس زوينه وعلى ضمانتي هذه ديال العبار. دابا غادي صافي نحبس، فهنا غادي نحط الشونتي على جنب. غادي ناخذ الكريمه ديالي اللي سخنات، غادي نضيف ليها هذوك القطع ديال الشوكولات، وغادي نخلطهم مزيان بواحد الفوي يعني حتى يذوب لينا هذاك الشوكولات ديالنا. غادي نبقى نخلط حتى يمكن يذوب، ها هو بدا يذوب لينا كيف شفتوا. فهنا كيف كتشوفوا من بعد ما داب لي هذاك الشكلاط، دابا غادي نضيف هذوك جوج علب ديال فانيلا بالشكلاط. هذه كتبقى اسهل وصفه دغيا توجديها، هي ما فيهاش تعقيدات بزاف وكتجي لذيذه بزاف. غادي نخلطهم حتى هما حتى ينسجم ليا حتى ينسجم ليا هاد الدانيت الشوكولات مع هاد الشوكولات والكريمه، وكيولي عندنا واحد لاكاناش كيف كتشوفوا كيلمع. دابا غادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال الزبده، صافي غادي نبقى نخلط حتى تذوب ليا حتى هي. كنبقى نخلط نخلط. فدابا غادي ندوزو الشونتي ديالنا، فغادي هاد المقدار اللي حصلت عليه غادي ناخد النصف ديالو غادي نديرو هنا مع الكريمه النصف، والنصف الاخر غادي نخليه هو اللي غادي نزين به الكيك ديالنا من الفوق. غادي نحاول ندخل هاد لاكاناش في الكريمه غير بشويه بشويه حتى ينسجموا لينا مع بعضياتهم. صافي نتلاقاو باش يعني نمونطيو الكيك مع بعضياتنا. غادي ندوزو المونطاج ديال الكيك، فغادي ناخد واحد شويه ديال الكريمه غادي نحاول نديرها هنا غير باش تثبت ليا لا جينواز. صافي غادي نهز الجينواز ديالي راه رطبه بزاف بزاف، وغادي نحطها هنا كيف كتشوفوا بحال هكا.
تحت الشكل، وغادي نحيد هذا الشيء اللي قدامي، وغادي نزيد هذيك باش نسقي. فهنا غادي ناخذ داك السيرو، ممكن ديروا اي سيرو، عصير برتقال، شي مناضه يعني شي مشروب غازي. غادي نسقيها مزيان مزيان، هي راها رطبه. فهنا من بعد ما سقيتها فغادي ناخذ الكريمه، غندير الطبقه الاولى ديال الكريمه، وغادي نبسطها عليها. بحال هكا، وغادي نجيب الطبقه الثانيه ديال الكيك، حتى هي نديرها من الفوق. فهنا كيف كتشوفوا جبت الطبقه الثانيه ديال لا جينواز ديالي، وغادي ننزلها على الكيك ديالنا. غادي نحاول حتى هو نسقيه مزيان، انا غادي نسقيها. دابا غادي نعاود ندير كوش اخرى من الفوق ديال الكريمه، ونحاول نغطي الجناب حتى هما. فهي كتبقى اسهل كيكه توجديها حتى الاخر، يعني دابا غادي نمونطيها ونقادها وندخلها للمجمد، تبقى ليا العشيه كامله. غادي نحاول نقاد ليها الوجه مزيان من السوق، باش ملي نفرغ ديك الصوص ديال الكريمه عليها تكون تجيني الكريمه، تجيني لاصوص مقاده، يعني ما تجيش جهه طالعه وجهه. فانا غادي نبقى معاها حتى نقاد ليها بعد ما كملتها كامل. فغادي ناخذ هذيك الصوص اللي خليت بدات، راه ما نديروهاش هي سخونه، داكشي علاش كنوجدوها نخليوها تبرد. وغادي نبدا نصبها، نبدا بالجوانب هو الاولين، لانني حاجتي فيها تغطى ليا كامله، وراني فرشت الباكي سو الفريزي باش الفائض ديال الصلصه اللي غادي يبقى ليا غادي نجمعو، وممكن نستخدمه مرة أخرى يعني نزين به كيك ولا. تغطى لي الجوانب كاملين هكا. صافي، وغادي نخليها دابا حتى ينزل لي الفائض ديال الشوكولاط كامل منها. صافي كنشوف واش تغطات ليا، تغطات كامله. غادي نخليها دابا غادي يتحيد هذا الفائض، وغادي ندخلها للثلاجه ولا المجمد اللي بغيتو، وغادي نخليها حتى تبرد ليا الكيك يعني وتجمد هذه الطبقه ديال الشوكولاط، وغادي يبقى
غير تزيين من الفوق، فتزيين على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الاختيار ديالكم اللي بغيتوا. باش ما بغيتوا تزينوها زينوها. فانا عطيتكم الوصفه الاصليه حتى لهنايا، هذه هي الوصفه التزيين اللي بغيتوا نتوما. حتى انا غادي نخليها تجمد وغادي نفكر اشنو غادي ندير في التزيين. وهذا هو الكاك ديالنا من بعد ما كملتو في التزيين. فغدرت خطوط هنا شويه ديال الفيتين في الجناب كيف كتشوفوا لتحت، ودرت جوج خطوط متعاكسه ديال لافيتين، وخديت انواع ديال الشوكولا عندي غير في البيت كياكلوهم الوليدات بحال هكا، درتهم زينت بهم. وهذا شويه ديال اش غنقول لكم، ماكدامي معسل، فهو واحد فاكهه مجففه معسله كتباع رائعه. غادي ندير لكم بها واحد الكلاص تيجي رائع بزاف، خديتها من عند الاخ الفاروق. هي رغم انها غاليه الثمن وما معروفاش، لكن كيجي هو لذيذ لذيذ بزاف، لدرجه انني واقفه عند السيد وكناكل عنده عند الاخ فاروق وكيعطينا كناكلو، فكيجي لذيذ. هذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا. نتمنى طرقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. والى عجبتكم هذه الوصفه ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم. كي شفتوا من اشياء بسيطه وعندنا في البيت وجدنا تورته اللي راقيه ولذيذه بزاف وزوينه زوينه حتى في المنظر. بعدا انا بنتي يعني عجبتها، مني عجبتها يعني راه فرحتها وعجبتها. فدابا غادي ندخلها للمجمد وغادي نخليها على الاقل واحد 3 ديال الساعات، ومن بعد غادي نقدموها بالصحه والراحه. وغادي نقطعها، مني غادي نقطعها غادي نصور لكم الطريفات كيف كيجي الشكل النهائي ديالها. فهي كتجي مفرشفشه، راه بانت لكم الكاك اسفنجيه، كريمه لذيذه. ما تبخلوش عليا بالاشتراك بالقناه والبارطاج للوصفه، وخليو التعليقات ديالكم اسفل هذا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. دمتم بود.